2023 كانت عام حزن، وكانت العام هذا بالذات حزين وصعب على أهل غزة، ونتمنى بعام 24 يكون سعيد على أهل غزة ونرجع إلى بيوتنا. أمنيتي في 2024 أني كنت أخلص توجيهي وأبني مستقبلي وأصير مثل أي شاب في بلاد برا، عايش في مستقبل أحسن من هذا اللي احنا فيه، وأن الوضع يتصلح وغزة ترجع زي ما كانت وأحسن. أنا طالب التوجيهي، كنت بتمنى أني أخلص توجيهي أدرس التخصص الحبة واللي بدي إياه، كنت ناوية يعني إن شاء الله هيك أجيب مجموع عالي وأعرف عرس أهلي، بس الحمد لله يعني لا ضل توجيهي ولا ضل جامعات ولا ضل مدارس ولا ضل أي حاجة ببلدنا. أمنيتنا الوحيدة أنه يرجع أمر استقرار ويكون بيننا أمن وأمان، نقدر نستوعب بقيت ونكمل بقيت حياتنا في داخل بلداننا، ولن نرضى أن نكون مهجرين لبلد تاني. إن شاء الله سنة جديدة علينا وبتكون عام خير، مش زي اللي قبل، زي ما العام 2023 بهدلنا والله فيه. بتمنى إن شاء الله يا رب هيك بالسنة الجديدة إنه نرجع لبلدنا لموطننا اللي هو الأصلي اللي هي غزة، ونكون يا رب هيك بخير وسلامة وأنا عارفة، ويعني الواحد بتمنى كمان إنه يشوف منطقته كويسة على حسب منه ما سمعنا إنه كلها انقصفت وكلها راحت، وإن شاء الله يا رب هيك يا ربنا يجمعنا بحبايبنا برضو اللي في غزة اللي زمان ما شفناهم، إلا بيجي 3 شهور ما شفنا أهلنا اللي هناك وقرايبنا، وإن شاء الله بترجع غزة زي ما كانت بالأول. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.